كنا أطفالا صغارا نلهو في الأزقة، نقرع الأبواب، نرن الجرس ونفر هاربين. كان سقف طموحاتنا أن نحفظ جدول الضرب وتكون المذاكرة سهلة الأسئلة. أما إذا غاب معلم الصف فكأن العيد قد أتى بغير وقته. كنا نعد لتسلم الجلاء المدرسي نهاية كل موسم دراسي ملابسنا الجديدة، وتسرح أمهاتنا شعرنا بتسريحة توائم المناسبة، ونستقبل النجاح بكل ما أوتينا من فرح وانتظار. نصحو بالصباح الباكر، نأخذ من والدينا مصروفنا الشخصي أو كما يسمى بالعامية الخرجية، ونرتدي الفرح مع ملابسنا. نركض نحو مدارسنا كسرب طيور على شكل مجموعات، ونتنافس على الإطلال الأجمل بنفس الكم والكيف عندما تنافسنا خلال السنة على معدل جيد. كثيرا ما كان يرفق المعلم الجلاء المدرسي بمرحة، وهي أداة تشجيع للطالب على هيئة بطاقة كرتونية موقعة من المعلم والمدير. وفي أحوال أخرى إذا كان الطالب نجيبا يحظى بتصفيق الملأ في المدرسة مع هدية تشجيعية من المعلم كلعبة مثلا. نودع رفاقنا ومعلمينا ونعود إلى بيوتنا وأمهاتنا تنتظرنا بفارغ الصبر. هنا فقط تختلط مشاعر الحزن بوداع العام الدراسي وانتهائه مع الفرح ببدء العطلة الصيفية. عند النجاح يكافئنا الأهل بمبلغ مادي بسيط أو هدية مباغتة للظنون توازي طموحاتنا كأطفال. نحن نكبر وبقينا على عهدة الأحلام الصغيرة التي تشبه قلوبنا الصغيرة آنذاك.